كنت بجامعة حيفا، فبالصدفة على فكرة جامعة حيفا في أكبر يعني تشكيلة كتب اللي بيقدر واحد يستطيع يلاقي أي مصدر بده إياه، مش بس للدراسة الأكاديمية يعني، مش بس تتعلم هذا. ففي كتابين دريب هناك تحت اللي هي أوضة من هالشكل مسكرة، بس للكتب النادري اللي ممنوع تمسكها بيدك، يعني واحد مثلا مخطوطة عمرها 500 سنة، كتاب من 200 سنة اللي ما فعلا ما بتستطيع تشوفها بس تلمسها يعني. فأنا نزلت لتحت طبعا معي إذن، فتت على كتاب لزوجة القنصل البريطاني اللي كانت موجودة في فلسطين، هي 1856، فانذكر اسمها ميس نيوتن. فذكرت انه لما كانت تتنقل من بين لبلد من بلد لبلد، كانت تهوى التاريخ على فكرة، تروح تحكي قصصها، ما كانتش تحب تركب بالعرباية الخيل إلا مع صالح أبو العسل اللي هو جده. بقول لك صالح أبو العسل ذكرت حتى كان معه دبسي عصاي وحاطة تحت إجره، لأنه قطاع الطرق كتار، فهي تمرق تعرف حاطة الشمسية بريطانية طبعا، يأخذها من حيفة مثلا لبسان يطلع عليه تبعون قطاع الطرق عرب الغور وهذا، يقول لك بالعصاي ما يضرب الواحد ولا هو زايح ومترين. فهاي أنطتني إشارة إنه أول تاكسيات لما صنعوا السيارة، أول تاكسيات فاتت على الناصر سنة 22 إن عائلة أبو العسل، وما زالوا لليوم في هاي المهنة. أقدم مصلحة بفلسطين لحد هسه بعد موت تاكسيات ضرب العسل، تاكسيات ومستمرين مش وقفوا لتحت، ما زالوا مستمرين نفس المحل. هاي المعلومة احنا بنسارق عليها، في عليها وقف فيكم اذا بقدر. الله يسعدك.